هو ده بقى سبيل محمد علي اللي احنا مش جايين له بالحقيقة، احنا جايين لعنبرقوق، بس لقينا السبيل في وشنا اللي كنت كلمتكوا عنه قبل كده واحنا عند سبيل ام عباس. ده السبيل اللي عمله محمد علي لابنه اسماعيل اللي مات في السودان، بعته في حملة في السودان ومات شاب صغير قوي، فمحمد علي زعل عليه فعمل له هذا السبيل. شايفين الشغل مش معقول ده، بنتكلم احنا على سنة مثلا 1800 يعني اقصاها 30، يعني داخلين على 200 سنة يعني. بس احنا الحقيقة مش جايين لده، احنا جايين بقى لعم برقوق. عمك برقوق ده بقى بتاع ديوان المظالم مش لوحده، بس احنا واخدينه كنموذج. شوف الشغل، شوف العلو ازاي كانوا بيشتغلوا الحاجات البديعة دي. والسلطان ده على فكرة سلطان عادي من المماليك الشراكسة او البرجية، لان كان في حاجة اسمها المماليك البحرية دي فترة حكم، وبعدين الشراكسة او البرجية دول اللي فيهم السلطان برقوق. شوف الباب، ما تجيب الكاميرا تعالى كده شوف، بص الشغل عامل ازاي. الحديد بقاله سنين طويلة، حاجة مش يعني مش معقولة. طبعا ده المكتب مش ده بتاع السلطان برقوق. طبعا باين عليه انه مكتبنا يعني. ما ينفعش عمك برقوق يقعد كده خالص. شوفوا المدخل الباب عامل ازاي. ده باب المسجد، ده مش باب بيته، ده المسجد والخنقاء اللي هو الاماكن. الخنقاء دي بحثنا فيها طبعا ما كنتش اعرف معناها ابدا، لكن طلع المكان بتاع اخواننا الاعزاء الصوفية العشاق. أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. جينا بقى عند عم برقوق لأنه أنا بشكي إليك منك يا حبيبي. إحنا ما بنشكي الوقت، بنشكي البعض، بنشكي للقضاء، بنشكي البتاع. زمان كانوا بيعملوا إيه بقى الحكام؟ من عمق التاريخ في ناس بتشتكي، والآخر التاريخ في ناس بتشتكي، لكن إحنا اخترنا نتكلم عن، لأن التاريخ مالوش لأول ولا آخر، فاخترنا الدولة الإسلامية لأنه الحكاية دي من الحكايات المهمة جدا في التاريخ الإسلامي. يعني التاريخ الإسلامي اهتم جدا بالقضية دي منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فكرة موجودة من بدري، فكرة انك انت ممكن تشتكي الحاكم، حاجة عادية جدا بدأها من عند سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وانه بيحصل في حياة سيدنا محمد. ثم كان في عهد بقى المسجل بقى بشكل قوي في عهد عمر بن الخطاب، معرفش تعرفوا الحكاية دي ولا لا، اللي هو واقف في الجامع. سيدنا عمر كان ضخم، ويقال في بعض الكتب انه كان لما يركب الحصان رجله يعني وش رجله قدمه يعني تكاد تلمس الارض من كتر ما هو ضخم. وما قال حاجات وزعوا جلاليب، فسيدنا عمر طلع الخطبه لابس جلابيه يعني واصله لغايه هنا مثلا كده، فمش ممكن تكون حته القماش اللي خدوه المسلمين تكفي سيدنا عمر. فواقف وسط الناس بيقول لهم يا ايها الناس
اسمعوا واطيعوا. فقام واحد ده مش عارفين مين الواحد ده على فكره، فقال له لا نسمع ولا نطيع. ليه في ايه؟ قال له انت الجلابيه بتاعتك دي مش حته القماش اللي احنا خدناها، اطول بكتير من حته القماش. فعمر بص وقال اين عبد الله ابنه؟ عبد الله بن عمر ده حد شخصيه كبيره. لبيك يا ابي، قال له له، قال لهم لقد وقدت قطعه القماش قصيره على على ابي، فديت حته القماش بتاعتي فوصلها. فالراجل قال له الان نسمع ونطيع يا عمر. هم كانوا كده طبعا، انتوا عارفين الحكايات كتير. برضو سيدنا عمر كان ماشي في السوق، فست لا مش على دين الاسلام، فقالت له انا محتاجه وعندي بتاع ظروف وكده، ادوني فلوس. فقال لها انت مسلمه؟ قالت لا. قال ولماذا لم تدخل الاسلام؟ قالت انا حر لا اريد ان ادخل. تمام، بس ده الحوار. فقال لها تعالي معي، وخدها ووداها، دخلوا بيت المال، اداها اللي هي عايزاه، وقال لها مع السلامه. ثم جلس يبكي. فجي واحد قال له بتعيط ليه؟ قال له الست طلبت مني فلوس غلبانه، وانا يعني قرصت عليها عشان تخش دين الاسلام، قلت لها دي مش مسلمه وده ما يصحش. يعني قول زي ما انت عايز فيه. ماذا قدم الدين الاسلامي لفكره العدل؟ هنا بقى كان عم برقوق من الحكام اللي اهتموا جدا بما سمي ديوان المظالم من بدء التاريخ الاسلامي وهو موجود. وشوف عشان اقول لك، عشان الجماعه اللي بيقولوا لك سيدنا عمر وسيدنا علي، شوف كان عمر بن الخطاب هذا الخليفه العادل اللي سيدنا محمد طالما قال الحق يجري على لسان عمر، ايه ده؟ وبعدين يقول له يا رسول الله افتنا في كذا، خلص المساله ديت، يوم ينزل القران زي ما قال عمر اكتر من 6-7 مرات في الايات القرانيه. يمكن عمر ده يقول ايه؟ لولا علي لهلك عمر، ليس لها الا ابا الحسن، لما تبقى في قضيه شائكه. وكذا مره عمر يحكم ويجي علي يقول له انت بتعمل ايه؟ يقول له في كذا. القصه المشهوره بتاعت الست اللي هي ولدت بعد 6 اشهر، فسيدنا عمر قال لا اقيموا الحد 6 اشهر، ما ينفعش، لا ما ينفعش، فاقيموا عليها الحد. فعلي معدي في ايه؟ حصل ايه؟ قال له يا كذا. قال له لا، ده في ايه 30 شهر وفي ايه 2 سنة، يبقى ممكن الحمل يبقى 6 اشهر. فقال لولا ابا الحسن لهلك عمر. يعني كمان هو بيحاول يحكم بالعدل، لكن في فقه كان يعرفه علي بن ابي طالب. وهذه كانت محبه بين علي وبين عمر. يعني مين كان حامين قاضي المدينه في عهد عمر بن الخطاب؟ في طبعا القاضي الشهير جدا جدا شريح، ده قاضي شهير جدا جدا في التاريخ الاسلامي، لكن كان الاكبر دائما في عهد ابو بكر وعمر وعثمان كان سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه هو القاضي. شوف كانوا كده. ديوان المظالم ده بقى كانت الناس تيجي وتشكي. يعني الراجل عمر بن الخطاب اشترى حصان، راح للراجل قال الحصان ده حلو اشتري منك اضرب فلوس. فبعد ما مشي بالحصان كده قد 3-4 كيلو، الحصان عرج، فقال لا ده حصان بايظ ده تعبان. رجع للراجل وهو عارف ان ده امير المؤمنين، قال له الحصان دوت تعبان. قال له انت اشتريته سليم؟ قال له لا، ده هو عمل كده بعد ما مشيت بحاجه بسيطه. قال له ماليش دعوه بيك. قال روح للقاضي. قال له لا القاضي مش عارف. قال طب نحكم مين؟ الرجل الصالح شريح. فقال له ارضى بشريح. راحوا لشريح، ايه اللي حصل؟ كذا 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 كذا. قال له يا عمر اشتريته وكان سليما؟ قال نعم ولكن عرج. اشتريته سليما يا عمر؟ قال نعم. قال خذه. خلاص مش
اشتريته خد، اللي دفعته دفعته وخده. فماذا فعل عمر بن الخطاب؟ قرر أن يكون شريح هذا هو القاضي، وظل قاضياً 60 عاماً. عاش الرجل دوت 108 سنة وفضل قاضي. بص، مش زعل منه وتقمص، لا، ده قال هو ده، هو ده اللي بيقول حق. ادي بقى يا سيدي ديوان المظالم، ويا ما قعدوا هنا اتكلموا. انا بكلمك على حكام كانوا يعشقون السلطة، وكانوا بعضهم او معظمهم في منتهى القسوة، وكانوا يفعلون ما لا يتخيله عقل لمجرد الحصول على السلطة. يعني برقوق ده قعد في الحكم فترة وبعدين اتشال اتخلع ورجع تاني بعد سنة، وحروب ودمار وقتل وكل ده موجود، لكنهم ينظروا في ما ظالم الناس برحمة وبعناية وبالحق. تصدق كل ده كوم لأنه هذا أمر سياسي وأمر الدول وقتها، أمر الدول وقتها إن القوي هو اللي بيأكل الضعيف، هو ده نظام العالم، العالم كله. إذا أنت قعدت ما رحتش هم هيجولك، وما ينفعش تقوي نفسك وانت مكانك بس، فإذا أنت ما خرجتش فده نظام الدنيا. إنما لما يجوا للتفاصيل الداخلية، الناس اللي عايشة، يحكموا بالعدل، يشوفوا مظالم الناس. لداخل ده حافي لابس جلابيه مقطعة، عنده حق ولا ما عندوش؟ فإحنا جينا عند عم برقوق عشان نقول لكم كمان حاجة غريبة. برقوق ده إيه؟ كان يحترم القضاة والناس كلها، يعني كل الناس اللي هم الأكابر في البلد، العلماء والتجار والقضاة وكده، يحترمهم جدا. حصل له حاجة غريبة جدا هنقول لكم عليها. قال إن مدفون السلطان برقوق وابنه فرج، ومدفون 3 سيدات من الأسرة، ممكن تكون زوجاته ممكن يكون أخواته. إيه بقى السلطان برقوق بقى وحكايته مع الناس القضاة؟ لما هو جم في سنة 1388 أو آخرها أو 89، شالف وراح هرب وسافر بره مصر يعني، وراح أظن دمشق الكرك حاجة زي كده، لكن أنصاره فضلوا ها 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 ورجعوه. في الفترة دي بعض الناس بقى اللي هم يعني قالوا يجوز قتله لأنه مارك وكده، قتلوه. لكن هو الراجل رجع تاني، رجع حاكم، رجع تاني السلطان. طبعا المفترض في هذه العصور إن دول رقبتهم تطير على طول، لا، فضل يجي لهم ويحترمهم، حتى انه قيل انه ما اتدفنش هنا، واختار انه يدفن مع العلماء واساتذته والفقهاء واللي علموه الدين واللي علموه القران واللي علموه الفقه، ويدفن معاهم في مقابر المماليك. هذا كلام كده وكلام كده. هنا بقى دي ميزه اساسيه في السلطان ده. العاده في العصر ده، العاده انه السلطان يقعد شويه وبعدين يقتلوه، او يخرج ويرجع. فأول ما يرجع لابد أن يتخلص من كل اللي خانوه في الفترة دي، أيا كان. على فكرة ممكن يبقى منهم أخواته، ممكن تبقى منهم ست من ستاته، ممكن تبقى أي حاجة، بيقتل على طول. ليه؟ لأنه خلاص ما عادش يبقى فيه أمان، ما عادش يبقى فيه ثقة، لأنه لما خرج خانوه وتحالفوا مع أعدائه. فلما رجع، العادي في التاريخ ده أنه طيرهم، لكنه كان بيجتمع معاهم، بطل يجتمع معاهم، لكنه ظل يحترمهم وظل محافظا على ديوان المظالم.